النصرانية ده دين محرف. وأنا جبت معايا الإنجيل ده، إنجيل ذاته ده كتاب ذاته، والكتاب ده السبب بتاعه كان ناغشنا نصارى كان في جامعة السودان الجنوبي، كلام ده تقريبا 21/1/2009 في أسبوع المهندس. فقام جاء واحد من الشعبين خش على النصارى، طبعا الشعبين عندهم الوهمة بتاعت العقل والتجديد، داري يجيب جديد بس خالف تذكر، فهمت؟ يعني لو لقى للشعب ده عشان يذكروا، لو لقى انه يمشي زي ما الله خلقه، فهمت؟ بيعملها بس عشان الود جاب له حاجه جديده، فهمت؟ مش خش للنصارى، النصارى زنقوه، ناس بيقولوا الله ثلاثه يزنقوك يا شعبي، لكن لا عنده دين، لا عنده عقيده، لا عنده اخلاق، ده الشعبي كده قبل الشيوعي، شعبي ذاته لا عنده دين، لا عنده اخلاق، ما عنده اي حاجه. وبعدين لو في واحد شعبي دار يناقش او واحد مؤتمر وطني متعاطف معه، برضه بنفتح لك الفرصه للحوار والنقاش، فهمت؟ فمشينا خشينا ناقشنا النصراني، بقى الشعبي يقاطعني، قلت له يا ود زح بعيد وريني النصراني واقعدوا فراجه، قلت له انت الشغل ده ما بتقدر عليه. فبديت اناقش فيه، النصراني قال لي امشي اقعد هناك في الخيمه جوا في كراسي. مشيت قعدت والحمد لله الشباب المسلمين دعيناهم وخلوا النصراني والشعب بيجوا يعني يقعد يستمع. فقام الشعبي عشان يطردني جاب لي النسخه دي، قال لي شيل الكتاب ده وامرق. قلت له قبل ما امرق هنا في حاجات انا دايرك توريني فاهم شنو، بجيب اقرا لك بعد شويه، فهمت؟ في النهايه سوقنا اخواننا من المسلمين ومرقنا، والنصراني بعد ذاك ما قامت له قائمه، ومشوا عملوا لهم ندوه في دار الاتحاد، عملوها الجبهجيه الكيزان، فهمت؟ والكوز رئيس الاتحاد قام قرا ايه قال من الانجيل، قال وجابوا الاب فيليوس اسفرج، طبعا ده كاهن كنيسة الشهيدين، وده من المية المؤسسين للمؤتمر الشعبي، عشان كده الترابي تلقاه دائما بيقول لك في كلامه انه اليهود والنصارى ديل اهل كتاب. طيب ده الاسم التجاري ولا شنو؟ اهل كتاب ده ما كافر يعني، ربنا قال ان الذين كفروا من لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم شنو؟ البينه. فده الناس بر الدين كافر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بالذي رسلت به إلا كان من أهل النار. شوف الجنة دي لو ما بقيت مسلم موحد لله سبحانه وتعالى، ما عندك أي طريقة ولا جماعة ولا فهم إلا فهم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، ما ترجو نجاة يوم القيامة. الله أكلمك النصيحة، والكلام ده نحن مستعدين وصدورنا مفتوحة جدا جدا مفتوحة، جبنا لك ساون كمان عشان تناقشنا في الكلام ده، فهمت؟ أي زول شايف إنه كلامنا ده غلط أو باطل أو ده تحجير للرأي الآخر، بنقوم نفتح لك فرصة عشان تقول رأيك الآخر ده، نسمع ذاته يمكن نحن نستفيد ذاته أو نلقى كلامنا ده باطل، فهمت؟ فده أول حاجة بنقول لهم يا أخواننا، الدين النصراني دين محرف، ده كتاب، الكتاب المحرف بتاعهم اللي بيسموه الكتاب المقدس، وده فوقه العهد القديم اللي هو التوراة وده بيؤمنوا به والنصارى برضه، والعهد الجديد اللي هو الإنجيل. وقبل أيام قالوا جابوا واحد بطران ولا شنو ما عارف من بريطانيا، جفتتح له كنيسة ما عارفة وين، قبل أيام بيجاي، فهمت؟ وده دين باطل، دين النصراني ده بوديك جهنم وبئس المصير، تموت بيجاي طوالي بتخش جهنم، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كلامنا نحن. طيب هنا قبل ما اجيب لك الكلام الباطل بتاعهم، ده اعترافهم هم ذاته، دي اللجنة اطبعت الكتاب بتاعهم المحرف، هم ذاتهم شهدوا بالكلام ده، قالوا كثير من علامات التقدم تظهر في روايات هذا الكتاب وشرائعه، كثير، ركز في الكلام ده، من علامات التقدم، يعني كل مرة الكتاب ده بيتغير بيتقدموا فيه يعني، وبيجيك الكلام أصرح. قال في روايات هذا الكتاب وشرائعه مما حمل المفسرين من كاثوليك وغيرهم، لأنهم هم ذاتهم أصناف، النصارى أصناف في الكاثوليك وفي الأرثوذكس وفي البروتستانت، فهمت؟ يعني بتلقى في أمريكا عندهم مذهب أرثوذكسي أو بروتستانتي، عندهم ما بيجوز للمذهب الآخر إنه يترشح للحكم أو يكون رئيس دولة
أو يكون المذهب بتاعه هو المذهب الرئيس في أمريكا. وهنا بجوك ناس يقول لك ليه أخ أنتوا دارين تعملوا لنا الإسلام هو المذهب الوحيد في السودان الذي هو بلد متعدد الأعراق والأديان والقبائل إلى آخر. طيب ديلك عملوا ليه؟ نحن خلينا نحن متشددين. الأمريكان الكفار ديلك عملوا ليه؟ عرفت؟ طيب قال مما حمل المفسرين من كاثوليك وغيرهم على التنقيب عن أصل الأسفار الخمسة الأدبي، فما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته قد كتب كل البانتاتيك، اللي هي التوراة. يعني قال لك ما في عالم نصراني كاثوليكي بيعتقد إنه الكتب التوراة موسى عليه السلام. ما في. تسأل أي كاثوليكي كتب موسى عليه السلام يقول لك لا. طيب ده اعتراف منهم هم ذاته. طيب قال منذ قصة الخلق إلى قصة موته، كما أنه لا يكفي أن يقال أن موسى أشرف على وضع النص الملهم الذي دونه كتب عديدون في غضون 40 سنة، بل يجب القول مع لجنة الكتاب المقدس البابوية سنة 1948 أنه يوجد، وكاتبين لك الكلام بين قوسين، أنه يوجد ازدياد تدريجي في الشرائع الموسوية سببته مناسبات العصور التالية الاجتماعية والدينية، تقدم كده كاتبين. يظهر أيضا في الروايات التاريخية. فيبقى خلاصة الكلام هنا إنه الدين النصراني ده باعترافهم هم ذاتهم إنه دين شنو يا أخوانا؟ دين في ازدياد قال لك. وما في عالم كاثوليكي بيقول إنه التوراة اللي هي البانتاتيك سماه هو، ما في عالم كاثوليكي يقر أن البانتاتيك كتبها موسى عليه السلام. وقال ما بكفي تجي تقول لي، لأنه دي قد يجيب لك واحد حجة. قال لك لو في واحد جاء قال لك يا أخ موسى هو صح ما كتبه، لكن أشرف على الناس اللي كتبوه، قال برضو ما بكفي كحجة. هم برام قالوا ما بكفي. فيبقى لو جاء الإلحاد مما حصل داخل هذا الكتاب، هذا الكتاب ليس هو كتاب الله، حتى تكون الممارسات والعقائد الموجودة في هذه الكتاب منسوبة إلى الدين، حتى يكون الدين هو سبب التخلف. طيب أديك كلام تاني من جوا الكتاب بتاعه. طبعا فيه حاجات فسق ذاته، فيه حاجات فسق. هنا بيوصف المرأة من شعرها إلى أخمص قدميها، وصف ذاته وصف شين في سفر اسمه نشيد الأنشاد. وسفر ده وزعه في بداية التسعينات في جنوب أفريقيا، فصادرته الحكومة الجنوب أفريقية وحاربته باعتباره، وزعه براو باعتباره كتابا يدعو إلى الجنس. السفر ده عندنا زي شنو؟ زي الجزء. وعندهم الإصحاح زي الصورة، والعدد زي الآية. فقاموا شالوا جزء واحد من كتابهم المحرف اسمه نشيد الأنشاد، قاموا وزعوه في جنوب أفريقيا. حكومة جنوب أفريقيا مسكت الكتاب وصادرته باعتبار أن هذا الكتاب يدعو إلى الجنس. شوف الكلام ده كيف. فيبقى ده ممكن يكون كلام الله يا أخوان، فيه كلام شين جدا. فأنا جبت الكلام ده ليه؟ عشان أوريك إنه يا أخواننا إنه ده ما كلام ربنا سبحانه وتعالى، عشان ما يجي واحد من الملاحدة بعدين يجي يقول ده سبب رئيس من أسباب الإلحاد، إنه الدين ده مخالف للواقع ومخالف للعقل ومخالف لمجريات التطور إلى آخر. طيب طبعا جوا حتى الكتاب بتاع النصارى ده فوق الغنى حرام، هم ذاتهم الناس ديل عندهم الغنى حرام، يعني الترابي والشلة بتاعت الملحدين ديل ديل بغالطوا كل الكتب السماوية، مش هو محرف برضو عندهم الغنى حرام، وعندهم برضو النقاب جوا هنا قاعد. بعدين لو في واحد ملحد ما مقتنع بعدك بنجي نمرق لك الشغل من جوا الكتاب بتاعهم. طيب الصفحة رقم 21 من سفر التكوين، وده أول سفر في هذا الكتاب، عشان بعدين ما تجي تستدل بالنقطة تاع
تعت انه يا اخي الناس لما مرقوا على الدين النصراني مشوا لي قدام لانه محرف. ربنا سبحانه وتعالى قال ولو افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه شنو اختلافا كثيرا. طيب هنا شوف الكتاب ده بيصف اول حاجه بيصف الانبياء بيصفهم بانهم من شربة الخمور وانهم افجر خلق الله. ده الكتاب المحرف بتاعهم عشان ما تجي تستدل به وبعدين. وده ذاته فيه وصيه للشباب اللي بيمرقوا في راس السنه. تلقى الجماعه مالين شارع النيل او تلقاهم في عيد الحب لابسين مراكب حمر مما قبل 3 يوم، اي زول لو ما عنده قروش بيمشي يشتري ورنيش احمر. فهمت؟ وفي واحدين كمان بيلخبطوها مره واحده. واحده تلقاها لابسه فرده بنفسجيه والثانيه صفراء. فهمت؟ ولابسين اليوم دي كله احمر. وتلقاهم مارقين برا في شارع النيل ومنتظرين الساعه 12 الا دقيقه تلقاهم سكتوا، يا ناس مالكم الحاضر شنو؟ ها؟ عرفت؟ وبعد ذاك الناس تكورك ويتجادعوا بالبيض وبالمويه، وفي ناس تحت بيفكوا الطوب، طبعا ديل البروتاريا مش شيوعيين، ديل البروتاريا كويس، ويكسروا عربات الناس. فهمت؟ ويفكوك ببلاوي ذاته، حتى ذاته قلة الأدب ما بيعرفوا لها. والله نحن في السودان ما عندنا أي مؤهل بتاع قلة أدب بالمناسبة، يعني لو جينا لموضوع بتاع قلة أدب، قلة أدب ذاته ما عندنا مؤهلات. هناك أنت قال البيض بتاعهم زي حقك ذا، يعني إحنا البيضة بتاعتنا دي ضاربة شمس، دي عشان تفقشها داير لك ساطور، لكن ديلك عندهم بيضة حاجة صغيرة الغشاء بتاعها بيكون بالملي، بيطقوك بها كده بتتفقش، لو ضربت النظارة ما بتجي حاجة، لكن البيضة دي لو طقتك أنت ذاتك ممكن تنسى 3 أحرف من اسمك. ناس تلقاهم بيتجادعوا بحاجات ما بنقدر نقول اسماء ذات. فهمت؟ بس وزول تلقاه مفلس، ثاني يوم تلقاه الشيوعي ذاته اللي بيتفالك بالبيض، ثاني يوم طالع مظاهرة، جانا مدير المصنع زيارة وقال المصنع كله فوارق، وقال حينزلوا 200 عامل فد مرة، والله مهازل. وابوك قمنا طلعنا الشارع وتكلمنا كلام موضوعي، قلنا المصنع حق الدولة ويد العامل هي بتعمل، ما المكنات الأمريكية وزيت العامل هو اللي بيطلع، ما المكنات الأمريكية والصفق. ويقول لك نحن في البلد دي على مستوى البلد جعانين وما لاقين ناكل، والبيض ده ما كانت سوق أو كان ترفعه في الرف، تتجادع بالبيض وبالدقيق ليه؟ ها؟ فهمت؟ عشان تعرفوا انه ده كله موضوع بتاع استهبال، مجموعة من الشفتة والمجارمة، ناس الملحدين ديل، عشان ما تاني اوعك تجي تتكلم لي عن انه ده كتاب بتاع مسلمين. ودي اخواننا فتنة بقت عند الشباب برضه. الناس ديل واحد تلقاه نصراني مثلا في الكورة، تلقاه جاب جون او داري يخش الملعب، اول مما جاي خاش الملعب بيهبش الملعب، بعد ذاك بيعمل شنو؟ بيعمل الحركة بتاعت الصليب دي. تلقى واحد مسلم بيعمل نفس الحركة دي. يقول لك ليه؟ ما صمويليتو عملها، صمويليتو كافر. ودي معناتها الله 3، الله الله والروح القدس الله وعيسى الله، 3 الله. وديل كلهم بيقول لك إلها واحدا آمين، 3 ديل، كلهم يقول لك إله واحد. أنت بتعملها ليه يا مسلم؟ وربنا سبحانه وتعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. عشان كده أخواننا المؤمن لابد يكون معتز بدينه ومعتز بعقيدته ويعرف دينه ويعرف عقيدته، عشان ما تمشي ساكت خموك ساكت. طيب قال وابتدأ نوح يحرث الأرض وغرس كرما وشرب من الخمر، قال وتكشف داخل خبائه فرأى حام أبو كنعان سوءة أبيه فأخبر أخويه وهما خارجان، فأخذ سام ويافث رداء وجعلاه على منكبيهما ومشيا مستدبرين فغطيا سوءة أبيهما وأوجههما إلى الوراء وسوءة أبيهما لم يرياها. فلما أفاق نوح من خمره علم ما صنع به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان عبدا يكون لعبيد إخوته إلى آخر ما قال. فهمت؟ فديل عندهم الناس ديل عندهم إنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين قال الله سبحانه وتعالى في حقهم
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. عندهم الأنبياء يشربوا الخمور، وعندهم الأنبياء زنات، الأنبياء عند النصارى زنات. شما تقول لي ديل كانوا يعني ناس الدين، وديل الناس اللي عملوا الدين فهمت، ويبقى الدين ما نافع. فكون النصارى أو كون الناس ألحدوا برا لأنه الدين كعب أو الدين محرف، فتحريف الدين جريمة، والإلحاد جريمة أكبر من تحريف هذا الدين. وده ما أصو ما سبب مقنع لإنسان إنه يلحد بالله سبحانه وتعالى. لعل الصلاة جات، إحنا إن شاء الله نصلي ونجي نواصل في موضوع هذه المحاضرة في الإلحاد.